السلام عليكم. الجارديان تفضح سياسة الغموض النووي الإسرائيلي، ما حاول الكيان الصهيوني إخفاءه منذ خمسينات القرن الماضي كشفته وثائق سرية جنوب أفريقية في العام الحالي. فراز عرض بيع رؤوس نووية لنظام الفصل العنصري في العام 1979، تاريخ من العلاقات العنصرية السرية تفضحها وثائق رسمية. فالأبيب جهدت مع جوهانسبرغ لمنع نشر المعلومات وأخفقت. فهل تنجح المعطيات الجديدة في إسقاط المعايير المزدوجة ويخلى العالم من السلاح الذري؟ الجارديان وفضح المسؤول النووي الإسرائيلي، موضوع حلقة اليوم من تحت الضوء. أماطت صحيفة الجارديان البريطانية اللثام عن وثائق سرية جنوب أفريقية تثبت أن الكيان الإسرائيلي عرض على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بيع رؤوس نووية، ما يشكل أول دليل رسمي على امتلاك الكيان الصهيوني أسلحة نووية. الصحيفة البريطانية ووفقا لتلك الوثائق التي اطلع عليها الباحث الأمريكي ساشا بولاكوف سورانسكي في إطار تحقيق عن الروابط التي كانت تربط النظامين العنصريين، ذكرت أن لقاء سريا عقد في 31 من آذار مارس 1979 بين وزيري حرب الكيان آنذاك شيمون بيريز والجنوب أفريقي بيتر بوتا، عرض خلاله الأول على الثاني بيع جنوب أفريقيا صواريخ أريحة القادرة على حمل رؤوس نووية، وأن بوتا طلب من بيريز تزويد كيانه العنصري برؤوس نووية لتلك الصواريخ. بيريز الذي يتولى اليوم رئاسة الكيان الإسرائيلي وفي محاولة منه للإبقاء على سياسة الغموض النووي التي يتبعها كيانه، نفى معلومات الصحيفة البريطانية وأصدر مكتبه بيانا جاء فيه أن الخبر مفبرك ولا أساس له من الصحة. يذكر أن معلومات المراقبين لانتشار السلاح النووي في العالم تشير إلى امتلاك الكيان الإسرائيلي ما بين 200 و400 رأس حربي ذري أنتجها في مفاعل ديمون النووي في صحراء النقب والتي زودته به فرنسا في خمسينات القرن الماضي. مشاهدين، عن هذه الوثائق وأبعادها وتداعياتها أرحب من رام الله بالخبير في القضايا العسكرية والاستراتيجية اللواء الركن المتقاعد واصف عريقات، وعبر الهاتف من القاهرة الكاتب والخبير في الشؤون الإفريقية يحيى غانم، ومن بيروت الباحث في السياسات النووية رشيد أسعد. أرحب بضيوفي. أبدأ معك سيادة اللواء، برأيك هل سقطت سياسة الغموض النووي الإسرائيلي بعد نشر هذه الوثائق والأدلة الرسمية طبعا للمرة الأولى بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية بل وبمتاجرتها بهذه الأسلحة؟ يعني صحيح أن هذه الوثائق جاءت لتؤكد ما كان موجودا وما كان معلوما، ولكن إسرائيل طبعا بتغطية من الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخفي وتقصد أن يبقى الغموض النووي لأنها لا تريد أن يعرف العالم، رغم أنها أن تهديداتها ودائما وأبدا تقول عن ذراعها الطويلة وعن حدودها الآمنة، وكانت تقصد أنها تملك السلاح النووي، وهذا معروف، وخاصة أن الغموض النووي كسر على يد عالم إسرائيلي عمل في نفس المفاعلات النووية وخاصة في مفاعل ديمونة وهو فعنونه، وسجن على أثرها لمدة 19 عام والآن هو محروم من التحرك، بالإضافة إلى أن عوزي إيتان أيضا تحدث عن وجود أكثر من 200 قنبلة نووية. نعم. وحذر من أن هذه 200 قنبلة نووية إذا استخدمت فأنها ستدمر الشرق الأوسط بأكمله. أيضا الجينيس ريفيو انتليجنس ريفيو الأمريكية تحدثت عن وجود 7 مفاعلات نووية في إسرائيل، وتحدثت عن مفاعل جديد في النقب. يعني حتى رسميا هيرتزوغ تحدث، أيضا الرئيس السابق. نعم. تحدث وقال لدينا وسائط، لدينا سلاح نووي ولدينا وسائط لإسقاطه. فبالتالي يعني نعم. إسرائيل رغم الغموض النووي إلا أنه أصبح معلوما بأنها تمتلك السلاح النووي. طيب إذا انكسر الغموض النووي يعني الإسرائيلي، اسمح لي أنتقل إلى مصر. سيد غانم، كيف سينعكس هذا الانكسار يعني وبعد كشف هذه الوثائق على سعي بعض الأنظمة العربية لإخلاء المنطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وتحديدا مصر، يعني التي حضرت أخيرا مؤتمر نيويورك؟
سيد غانم، طبعا سأعود إليك، يعني ربما لدينا عطل تقني. سيد رشيد أسعد، برأيك هل أظهرت هذه الوثائق حجم الترسانة النووية الإسرائيلية؟ تحياتي لك وللضيوف الكرام. في البداية أسمح لي أن أنقل كلام لمهندس المشروع النووي الإسرائيلي وهو لنفسه شيمون بيريز. نعم. المشروع النووي كان عسكريا أم سلميا؟ فهو قال آنذاك سيعوض علينا العلم ما حرمتنا منه الطبيعة، وهذا كلام خبيث، يعني يقصد به أن القنبلة النووية ستعادل القنبلة إذا صح التعبير الديموغرافية. فإسرائيل تعتبر منذ البداية أنها في محيط يتطور ديموغرافيا ويكبر، فلتردع هذا التطور الديموغرافي ذهبت باتجاه يعني تصنيع السلاح النووي منذ الخمسينيات. إذا طلقنا من هذا الموضوع إلى الموضوع التقني تحديدا، طبيعة الحال أن تقرير الجارديان كشف ما هو معلوم أن كل الأطراف الدولية والإقليمية، ولكن التقديرات بكم ونوع السلاح النووي تبقى ضبابية إلى حد ما بسبب سياسة الغموض التي تعتمدها إسرائيل. هذا الغموض هي تفترض أنه يشكل الردع المناسب للأعداء المفترضين في الخارج، ولكن إذا افترضنا أن مفاعل ديمونا إذا عالجت إسرائيل اليورانيوم المستنزف من خلاله، فهذا يسمح لها بتصنيع ما بين رأسين أو ثلاثة رؤوس نووية خلال سنة أو خلال شهر أو هذا معدل وسطي. يعني عندما تعالج اليورانيوم فهي تنتج مادة البلوتونيوم التي هي أساس الوقود الذري للسلاح النووي. إذا ضربنا هذا العدد بمعدل وسطي 50 سنة فيصبح لدينا ما بين 150 و200 رأس نووي من مختلف العيارات. هذا يضاف إلى هذه يعني يضاف إلى مفاعل دومانا، ربما هناك مفاعلات أخرى. مفاعلات أخرى سرية، وهذا ما يمكن أن يكون التقرير قد كشف النقاب عنه. طيب طبعا سأعود إليك سيد رشيد أسعد، ولكن اسمح لي أنتقل لنسمع وجهة نظر السيد غانم. سيد يحيى غانم، يعني بعد انكشاف يعني المستور وهذه الفضيحة التي نشرتها صحيفة الجارديان من خلال هذه الوثائق التي تنشر للمرة الأولى،